كارلا مطر، صباح الخير. الو نسرين، اهلا وسهلا. كارلا، اتس اوكي انه ما نكون اوكي، ما صح؟ 100%. انا هذه الحلقه استوحيناها من 4 آب اللي شفناه. نعم، انا وكثير من الناس كنا تحت وطلعت بعيون الناس، ما في حدا مرتاح. كان في مليون شخص تعبان عم بيقول انا بدي مساعده، أنا مش قادر أتبسم، حامل هموم البلد وحامل هموم عائلتي وتعبان فيها. نعم، لما الناس عايشة هيدا الشيء بدنا نقول لهم that's okay، لأنه في بعض الأمور ما فينا نغيرها. اللي فينا نعمله، فينا أول شيء accept that's okay، يعني نقول أنا بدي أتقبل الشيء اللي أنا عم بكون عايشة فيه. ما ننسى انه كل واحد منا هو يونيك بحاله، انا حاطه التايمر. ما ننسى انه كل واحد منا هو شخص مختلف عن حياة الثاني. نعم، عنده الخصوصيات تبعوله، عنده مستوى قد ايه بيقدر يتحمل، قد ايش ممكن الخبرات اللي كانت عنده بالحياه اثرت عليه، على تفكيره، على المخاوف اللي عنده اياها. كلنا عندنا هالمواضيع بدنا نكون عم نتقبلها. ما فيني يكون انا مثل كل الناس، ما في يكون انا عم بضحك لما ما جاي على بالي يكون عم بضحك. بدنا نعمله، بدنا نجرب نشيل لما نقول خلينا نتقبل، معناتها بدنا نشيل حالنا والشعور تبعنا من مسؤوليتنا. بدي وقف قول انا مسؤول عن الشعور تبعي وانا زعلانه من الشعور تبعي. بدنا نطلع حالنا من هالدائره، الحلقه المفرغه اللي بيكون عندنا اياها. انا تعبان، زعلان، ليش تعبان؟ ما بقدر اغير، برجع بتعب اكثر، يعني بنكون عم نزيد الستريس تبعنا. نعم، عشان هيك احسن شيء نكون عم نعمله انه نكون عم نتقبل. بس كارلا، اذا قبل ما نتقبل، في ناس ما بتكون اصلا معترفه انه بوجعها او بتعبها، يعني كثير بيجوا على حالهم او انه لا، نحن اقوى من هيك. قدام هم انه هن بالعكس يفضوا يعترفوا قدام حالهم وقدام المقربين او الناس اللي بيعتبرون سند. 100% ضروري. مشان هيك اللي عم بتقوليه كثير صحيح. نعم، نكون عم نفهم شو الشعور تبعنا، ما نكون مخبيين قدامه. يعني نجرب نحلل انا شو عم بحس، انا شو هن الشعور يلي عندي هون. هل مبسوط؟ هل متاثر من حدا؟ هل خايف؟ مشان هيك في طريقة كتير مهمة نكون عم نقدر نعملها، أوقات بنحكي عنها، إنه ناخذ ورقة وقلم، نكتب عليها كل شيء بنفكر فيه، الصراعات تبعولنا، مقاومة يومية اللي عم نعيشها، القلق، التسويف، بروكراستينيشن اللي ممكن نكون عم نعيشها، نقيد كل المعتقدات المقيدة لإلنا اللي عم بتخلينا بمطرح صعب، نقيد الهموم تبعولنا، المخاوف، كلنا عنا نقاط ضعف. نعم، حتى الشكوك إن كانت صحيحة ولا غير صحيحة، كل هول الأمور لما نكتبهم على ورقة وقلم رح نكون عم نساعد حالنا نكون عم نفهم شو عنا، ونشيلها من وضع الشعور السلبي لفهم أكثر. لأنه اليوم وفقا لعلم الأعصاب النيروساينس ممكن نوقف إذا بدك تشغيل الدوائر المشاعر السلبية اللي عنا إياها. نعم، بدماغ من خلال المايندفولنس، من خلال الوعي للشعور اللي عنا إياه. سو هيدي طريقة كتير ممكن تكون عم بتساعد أشخاص اللي حابين يعملوها. بقدر أبعث لهم تمبلت يطلبوها من السوشيال ميديا، ببعث لهم إياها بأيدوا كيف ممكن تكون كتير عم بتساعد. نعم، هلأ كتير من الأشخاص كمان ما بحبوا يكتبوا. في طرق تانية فيها نكون عم نشتغل فيها. فينا نحكي مع شخص قريب، ما قلت مقرب منا. نعم، حدا عنا ثقة فيه، ما يكون ناطرنا على الكوة يسمع منا خبرية ويرجع يهتنا فيها. يعني بدنا نلاقي الشخص اللي المناسب، نحن له قلبنا، عنده compassion، بيقدر يكون عم بيسمع لنا بلا ما يكون عم بيحكم علينا. نعم، إذا ما عندنا هذا الشخص بنقدر نحكي مع حالنا، نوضح الامور لحالنا. واكيد اكيد لما نكون عم نحكي عن هالامور، اذا الواحد حس حاله بصير تعبان ضروري يكون يروح عند اخصائيين، عند ناس ممكن يكونوا عم بيساعدوه.
يفهم شو في عنده. يعني طلب المساعدة مش عيب ولا يعني أهم الناس وأصغر الناس يعني ممكن يعانوا من هيدا الشيء، ومش غلط يطلبوا المساعدة. في ناس ما بتحب كارلا، بتعرفي بهيدي الحالة يطلبوا مساعدة أو يعترفوا أصلا. بتعرفي هيدي أكبر خطأ الناس بكونوا عم يعملوه، لأن كلنا نكون أقوى مما نحن. يعني حرام نكون حاطين حالنا بمطرح غلقين على حالنا ومعتبرين إنه هذا أكثر شيء نحن بنقدر نعطيه، مش صحيح. كلنا عنا قدرات كثير ما نخبيها، ما نخاف من شيء ما نحن بنعرفه. يعني أخصائيين بيقدروا يكونوا عم يسمعوا، أوقات لايف كوتش مثلا بيشتغل مع ناس عادي ما عندهم أمراض، بس إذا حسينا حالنا إنه لا عم نصير على محل ديبريسيون، عم نروح على محل مرضي، فينا نروح عند أخصائية تعلم نفس كلينيك. هول كل الأمور بنقدر نكون عم نعملهم، ما لازم أبدا نكون عم نتخبى فيهم. نعم. كارلا، قايلين يعني بهيدا الموضوع قد ايه مهم نعيش الحالة، قد ايه مهم نعيش الحالة للآخر؟ ليك بدك تعيشيها بشكل ضلك عم تسمعي لحالك، لأنه أوقات لما عم نعيش ظروف صعبة ما ننسى كمان إنه نحن عنا قوة بمحل معين. يعني نكون عم نرقف على حالنا كل ما نكون تعبانين، نرجع نتذكر إنه نحن عنا إكسبرينسات حلوة بحياتنا، خبرات نجاح. أنا لو ست بيت قاعدة بالبيت، أنا ربيت عائلة، بتطلع بعائلتي عندي عائلة حلوة. في أشخاص كمان عيالهم منهم مرتاحين معهم، هن أولادهم أو بصعوبات معينة، كمان بفكر أوكي ابني اليوم منه بمطرح مناسب مثل ما أنا كنت بتمنى عليه، بس بعرف إنه أنا ساعدته لما كنت تعبان، أنا سمعت له، أنا كنت حده، أنا كنت عم برافقه. يعني في كتير أمور فينا نكون عم نطلع عليها لأنه نحن عملناها، ما ننسى إنه كلنا قوية بحياتنا. كمان نحن وعم نسمع لحالنا شو عم نحس ضروري نضل عايشين، يعني نتحرك، نشتغل، ننتج، نعمل صداقات، نضل قرابة من الناس. كل نهار عبي ما ضل قاعدة بشي أنا غيرت عوادي فيه. صار معي في ست عم بشتغل أنا وياها بتقلي التقيت بحدا صار لي 10 سنين مش شايفتها، صبية، وقالت لها بتعرفي شو، أنا كل ما شوف فيك أو حدا يقول اسمك بتذكر إنه أنا مرة كنت عندك بالبيت، وكيف كنتوا عم بتنظفوا مثلاً أنين الكاتشب والموتارد وهالأشياء وتحطوهم بالبراد قبل ما حدا يعملها، ما كنت أعرف إنه هيك بيعملوا الناس. قالت لي من وقتها فتحت البراد وطلعت بحالي، ليش خسرت هالفالور يلي أنا عندي إياها؟ بدي رجعت ظبطت كل بيت. قالت لي حسيت إنه عشت، لأنه كنت عم شيل شيء كان مهم لإلي، بس لانه تعبانة نسيت انه هيدا الشيء اذا جات انا عملته برتاح. يعني ليكي قديش الامور بسيطه، ما لازم نتهرب من الفالور اللي عندنا اياها اللي بتكون اساسيه لحياتنا. اكيد نحن عم نطلع كمان على نحن شو عم نحس، كثير مهم نكون عم نراقب الناس اللي نحن معجبين فيها، نشوف شو عم بيعملوا. وهون في فرق كثير لما نطلع بالناس مش نكون عم نحسدهم أو عم غيرانين منهم، بالعكس نكون عم نقول واو أنا حابب يكون مثلهم. وفي الفرق شاسع بين الحسد وكون أنا جاي عبالي، يكون عندك مثال بلكي أو مثال، يعني أكيد. بس هو بتفرق النية كيف عم بتطلع. مزبوط. يعني وقت منلاقي ناس منيح حوالينا بس ننحسد منهم، هون هيدا الحسد بردنا لورا، بوجهنا أكتر وبخلينا بخلينا نرجع نعزز الضعف يلي عنا وقلة الثقة أوقات اللي بتكون عم بتنافق هيك شعور. ضروري نكون عم نتطلع بمحبة للآخر ونقدر نتعلم الناس اللي حوالينا شو ممكن يكونوا عم يعمل. نعم. كارلا، بالنهاية يعني بهيك بنحكي بعد عنا دقيقة، أهمية الوقت. كتير من الناس بعتقد الوقت شيء كتير كتير مهم بحياتنا. بهذا الموضوع في ناس بيعتبروا انه لا اليوم منه الوقت مناسب، ماني قادر اعمل، ما عندي شيء بقدر يكون عم بنجو. خلينا نتذكر اوقات نكون متاكدين بهالحاله انه الوقت لما منه مناسب رح يجي وقت ثاني يكون منيح، رح انا اقدر انتج بوقت مختلف عن اليوم.
خليني قاعده يمكن في جراف بعته اذا بعد معنا وقت مايسا إيه. حط الجراف يلي حتى يلي بعثت لها اياه نطلع شوي هيدا الجراف بفرجي حياتنا كيف يعني ممكن نكون طالعين بطلعه قويه وماشي حالنا بعدين بظروف صعبه مننزل قشطه كثير كبيره وما بنعود نعرف شو بدنا نعمل بهالواقع اوقات ما لازم نعمل شيء لانه تخيل انه انت اذا بدك تطلعي حالك بمحل مهم قديش بدك قوه لما في عندك كل البريسيو عندك كل الضغط تبع التعب يلي صار مثلا نحن الحال اللي عنا اياها هلا من سنه لبدين قشطنا كلنا سوا قشطه كثير قويه بلكي اوقات لازم نعمله نروح نمشي شوي نكمل حياتنا مثل ما كنا عم نقول نجرب ننتج نشتغل نحب قد ما بنقدر بعدين رح نلاقي حالنا صرنا برات الضغوط اللي نحن مبينينها وبنرجع نعمل افار صغير ممكن يكون عنا يعملنا انطلاقه كثير كثير كبيره. نعم نعم كارلا ما بعرف اذا بعد بدك تضيفي شيء شكرا اذا بعد عنا وقت بحب اقول سريعا معي 20 ثانيه خلينا نضل متذكرين انه الشجره لما يجي الاعصار بتنحني يوم اذا انحنينا معليش لانه من بعدها الشجره بترجع بتوقف بترجع بتركز حالها نحن بده يكون عندنا هذا الامل انه بدنا نكون عم نركز حالنا نعم. لانه ما في شيء بدوم اذا بنقرا التاريخ ما في شيء دام اذا بنقرا شو صار مع حياه الاشخاص ولا حدا ضلت حياته مثل ما هي كامله ما تغيرت كل شيء بيتغير صح. اذا الاعصار كثير قوي خلينا نروح عند اخصائيين نكون عم نطلب منهم المساعده وفي تكنيك كثير يوغا مايندفولنس راح فعلا فعلا يعني. فعلا بيساعدوا يعني ما نستحي نطلب المساعده كارلا مطر بدي اتشكرك كثير بشوفك انا الاسبوع المقبل شكرا